تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 14 نوفمبر 2017، والمقدمة اللي بقولها كل مرة واحتملوني فيها آسف، هدف الخدمة دي، ولو مش عارف أوصل هدف الخدمة دي بمعناها الحقيقي تبقى الخدمة دي كلها وقت ضايع بدون هدف. أنا مش جاي أقول أخبار خالص، واللي بتيجي تحضر الخدمة دي عشان يسمع الأخبار بس صدقوني لا، ومش جاي أخوف ناس، لا مش ده هدفي. واللي بيخاف بسبب لما بيسمع الموضوع ده أنا آسف بس هو فهمني خطأ، ومش جاي أحدد حاجات وأقول لا ده الحاجة الفلانية هتحصل في اليوم الفلاني ولا هكذا، لا ده أنا بل بالعكس ببقى يعني أخطأت جدا لو عملت هذا الأمر، واللي يفهمني إن أنا قلت حاجة زي دي سامحني فهمت خطأ، فهمتني خطأ. هدف الخدمة دي حياتنا الروحية خاصة في العالم اللي احنا عايشين فيه، العالم اللي حقيقي بقي صعب، وبقي العالم يتفنن انه يبعدك عن حياتك الروحية بأمانة. كام واحد فينا الأسبوع بيعدي عليه ويفاجأ الأسبوع عدى وملحقش يقف يتكلم مع ربنا كويس، أو يشوف ربنا عايز يقوله إيه في الكتاب المقدس، أو يحس إن هو فعلا أسس شيء في الملكوت، أو جمع زيت في مصابيحه علشان مجيء العريس، أو بنى فوق بأمانة، أو مشي خطوات حقيقية قوية في طريق القداسة اللي لازم نكمله بخوف ورعدة. أنا عن نفسي واحد من الناس بقول أيوة ممكن يعدي أو عليا أوقات زي دي، بس بحاول أجاهد علشان اللي بيعمله العالم ما يأثرش فيه. الحاجة التانية التشكيك اللي بيعمله فينا العالم، ربنا عارف إن الزمن ده هيكون زمن تشكيك كتير وزمن ارتداد وزمن تضليل، عشان كده ادانا علامات تؤكد لنا انه ربنا كل كلامه في الكتاب المقدس دقيق، ما قالش حاجة خطأ، بدليل انه لنفس اللي قالك الحاجات دي كلها والتعبيرات دي كلها هو ايضا قالك علامات هي بتحصل قدام عينيك. فهدف الخدمة حياة الاستعداد قبل مجيء المسيح، الايمان العامل بتنقيط القلب، إن إحنا نكون نور في هذا العالم اللي بيزداد ظلام، ده اللي يهمني. وأنا عن نفسي أفضل، الناس بتقول عني بروج إشاعات وبخوف، أفضل إن أنا أقول لحضراتكم استعدوا كل أسبوع أحسن ما إن إحنا نهمل كلنا ومحدش يفكر التاني أخوه، ونفاجأ إن العالم سرقنا وسرق وقتنا وسرق أكللنا. أفضل أقول باستمرار استعدوا سواء ربنا اقترب أو هنقابله قريب ويقولوا عني كاذب، أحسن ما نقول لا 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 ده الدنيا زي الفل ولسه بدري ونفاجأ ربنا جه، أو أي حد فينا سلم وديعته وما كانش مستعد ومنتظر مجيء ربنا، زي المراقبين اللي قال عنهم ربنا في سفر حزقيال، اللي لو ما نبهوش الناس باستمرار أي حد هيموت دمه الناس اللي هتموت في رقبتهم هم. المسيح قال لنا علامات وكان يقصد، قال لنا على الزلازل، ما اعتقد محدش يقدر ينكر ان الزلازل قرنوها ب 2008 للان، قال لنا على الدخان، قرنوا الدخان والبراكين، قال لنا على موت الكائنات، شوف اللي بيحصل في موت الكائنات، قال لنا على الحروب والاخبار الحروب، ده ما فيش حاجه بنسمع عنها غير دلوقتي غير التهديد بالحروب، قال لنا على موضوعات اللي بتحصل والحاجات الفظيعه من اوبئه في اماكن قدام عينينا، العلامات اللي بتحصل في السماء، شوفوا كمية الأجسام الفضائية اللي بقت تقع على الأرض، نجوم السماء اللي بتتساقط. قال لنا الناس هتبقى خايفة من بكرة، قال لنا العالم يبقى مضطرب باستمرار، شوفوا الخوف اللي بقي في الناس قلبها من بكرة قد إيه. كل ده يحصل قبل مجيء ابن الإنسان. ليه ربنا قال لنا الحاجات دي كلها وقال لنا هتحصل في الزمان الأخير؟ أولاً عشان ما نخافش، لأن الحاجات دي في العالم تخوف. بس تخوف ولاد العالم، مش تخوف ولاد ربنا، ولاد ربنا لما يشوفوها يفرحوا، ده ربنا قرب. قال لنا الحاجات دي اللي هتحصل قبل ما تحصل عشان لما تحصل ما نخافش لا ترتاح، لأن النفس اللي قال ده هيحصل هو نفس اللي وعد إنه في الزمان ده هيكون محافظ علينا. الحاجة التانية عشان نؤمن، قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن، قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون، ليه؟ لأن ربنا عارف إن الزمان ده هيكون التشكيك قوي جدا عشان يشككوا البسطاء والناس الحلوة في الإيمان، ده الكتاب غلط، ده العلم أثبت، ده طلع ما فيش ربنا نفسه، يشككوك في كل شيء حتى في وجود إلهنا نفسه. فربنا
اداك حاجات ما تنفعش يقولها لك بالصدفة تحصل كلها بهذا المنظر، تؤكد انه الهنا موجود، والهنا وحيه مكتوب في الكتاب المقدس، والهنا عارف المستقبل، عشان كده قال بكل دقة بكل تفصيل. والحاجة الثالثة وهي دي الأساسية بالنسبة لي، انه نستعد. متى ابتدأت؟ وبكرر كل مرة، قال لنا ابتدأت تكتمل امتى ملهاش دعوة، تكتمل السنة دي، تكتمل القرن الجاي، I don't care. ربنا قال لنا لما تبتدي انت تستعد، ترفع راسك لفوق لان نجاتكم تقترب. تكتمل امتى ملهاش دعوة، العلامات دي هتقعد في يومين ثلاثة، قرنين ثلاثة، ملهاش دعوة. لكن ربنا قال لي لما تبتدي انت تبتدي تستعد. ليه؟ لان ربنا عارف انها لما هتبتدي هيكون العالم فعلا بيتفنن ازاي يخلي العالميين مشغولين عن ربنا، عن حياتهم الروحية، في المشاكل والمشاغل وغيرها. علامات في السماء زي ما قال لنا بالظبط هيحصل. بص كمية العلامات في السماء بقت قد ايه. غالبا قطع من نيزك وصلت لدرجة ضرب بيت في كاليفورنيا، بيت اتضرب في كاليفورنيا من نيزك وقع عليه. دي تاني مرة نسمع عن الحادثة النادرة جدا جدا دي. مش في الكتاب المقدس قال لنا في أواخر الأيام هيكونوا بيخبوا نفسهم من الحاجات اللي بتقع على راسهم؟ هيبتدي يستخبوا في المغاير والجبال. كرة نارية كبيرة تقطع سماء أريزونا وكاليفورنيا، أدي صورة الخبر قدام حضراتكم. ناسا ترصد بقعة بطول 7000 ميل من البلازما على سطح الشمس، ده من ميل أونلاين، وأدي صورتها قدام حضراتكم. ناسا تعد لاختبار ليزر فضائي مع آخر إطلاق مركبة للفضاء، وبدأ التسلح الفضائي اللي قد يستخدموه في مجيء ربنا. متخيلين ان هما يقدروا يضربوا ربنا بالليزر الفضائي؟ الصين تستعد للاتصال بالكائنات الفضائية. كذبوا كذبة، قالوا كائنات فضائية، قعدوا يكرروا فيها لغاية ما صدقوها. دلوقتي بدأوا يصرفوا على هذا الأمر، وبالبلايين الناس بتموت في أفريقيا من الجوع، وهم ياخدوا الفلوس دي علشان يتصلوا قلب الكائنات الفضائية من خلال أكبر طبق في العالم هينشئوه للاتصال بالكائنات الفضائية في الصين. ايه رأيكم؟ انتوا عارفين اللي هو الاكسترا تريستريال لايف سيرش ده اللي بيعملوه سيد ده من اكتر المجالات اللي بتصرف عليها فلوس ضايعة في العالم. تعرف الحقيقة دي ولا لا؟ SETI. شكرا استاذ بوستف، الاستاذ رائع بوستف توك. Search for extraterrestrial intelligence. بيتصرف عليها بلايين البلايين كل سنة، عشرها كانت ما تخليش واحد جعان في أفريقيا ولا نصها، عشرها أو نصها. وكل ده على ادعاء وهمي ان يوجد كائنات في الفضاء ذكية عايزين نتصل بيها. تخيل واحد مصر يعمل مكالمة تليفون، خد فلوس كل الناس اللي معاه في الدولة بتاعته وخلاهم جعانين، هو بس عشان عايز يعمل مكالمة تليفون والناس تموت وتتحرق، ما يفرقش معاه، المهم يعمل هو مكالمة التليفون بتاعته. ايه رأيكم؟ وده من ضمن انواع العلم اللي بيسموها الـ SETI. شوفوا كمية الكرات النارية اللي بقت تقع على الأرض قد إيه. يوم 7 نوفمبر 18 كرة نارية تقع من السماء أو من الفضاء للأرض، ده اللي سماها الكتاب المقدس نجوم السماء، أو الكلمة في اليوناني الأسترو، أو أجسام فضائية، أو اللي هي ترجمة نجوم. 18 كرة نارية يوم 7 نوفمبر. يوم 8 نوفمبر 18 كرة نارية تاني أهو قدام حضراتكم. يوم 10 نوفمبر 19 كرة نارية في يوم واحد، كل دول بيقعوا من السماء على الأرض. يوم 11 نوفمبر 26 كرة نارية في يوم واحد. ايه رأي حضراتكم؟ الطقس اللي أصبح متقلب، وده خلاص يعني محدش يقدر يعترض على هذا الأمر. الإعصار رينا يتكون كإعصار 17 ويعتبر إعصار نادر جدا. كارثة مائية في الأردن، دولة الأردن، تناقص شديد في مياه الشرب، وتنذر فعلا بكارثة بشرية وبيئية
في الأردن. ربنا يحافظ عليهم، وربنا يتولى إخواتنا الأحباء اللي في الأردن، لكن الأردن للأسف فيها كارثة شبه محققة في المياه، مش هلاقوا يشربوا. الزلازل اللي محدش يقدر ينكر، ارجعوا لما قبل 2008 بمعدل الزلازل. بصوا على 30 زلزال اللي كانوا بيحصلوا في السنة، ألف سنة أقوياء. بصوا على رقم 6 كان بيتكرر كل قد إيه، كم مرة في السنة. شوفوا دلوقتي قارنوا حاليا بسنة 2008 وما قبلها، بصوا الفرق الضخم بقي قد إيه. يوم الثلاث اللي فات 33 زلزال قوي في يوم، منهم 6 و6 في بابا نيوجيني، وكتير 5 فما فوق. رقم 6 اللي كان نادر جدا ويتعدى على صوابع اليد في السنة، بصوا بقينا مش بس وصلنا، السنة اللي قبل اللي فاتت كنت بقوله مرة في الشهر، السنة اللي فاتت ابتديت أقوله شبه مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين، دلوقتي السنة دي أنا ماشي من بداية السنة وقربت السنة تخلص بقيت أقوله مرة كل أسبوع، ودلوقتي على آخر السنة ابتدينا نقوله أكتر من مرة في الأسبوع. اللي عنده دليل إن الزلازل ما زادتش عشان ينكر إنذارات ربنا لينا يعمل اللي هو عايزه. يوم الأربع اللي فات 29 زلزال، منهم واحد تاني في نفس الأسبوع، 6 في اليابان. يوم الجمعة 28 زلزال في يوم، منهم واحد تالت، ده في نفس الأسبوع، ده مش في سنة ولا في 10 سنين، 6 و3 في جزيرة منطقة الجزر، و5 و9 في غرب شيلي، وكتير 5 فما فوق. يوم الحد اللي فات 29 زلزال، بصوا كم زلزال في يوم واحد، 7.3 في العراق على الحدود ما بين العراق وإيران، و6.5 في كوستاريكا، متخيلين؟ و5.8 في اليابان، وكتير 5 فما فوق. الأسبوع ده بس، ده أنا مش بتكلم زي 2007 و2008 بالساتلايت ووسائل الإعلام ومقياس ريختر والكلام ده كله، وسائل الرصد زي ما هي ما اتغيرتش. اللي هقوله ده مش بتاع 10 سنين زي 2007 و2006، ولا بتاع سنة ما بعد 2008 و9، ده أسبوع. الأسبوع ده بس، زي ما قال الكتاب المقدس هتسمع عن زلازل عظيمة في أماكن ومعناها تزيد في العدد وقوة، الأسبوع ده بس 99 زلزال يصنف قوي، منهم 5 زلازل 6 فما فوق في أسبوع واحد مش في سنة. كل دولة 1 week 7 days، وده من USGS الوكالة الرسمية للزلازل، كل دولة 6 فما فوق في أسبوع واحد، من العراق وكوستاريكا وبابا نيوجيني وآيلاند ريجون واليابان. إيه رأيكم؟ للأسف على الخبر ده، أنا آسف سامحوني، زلزال العراق اللي ب7.3 قتل أكثر من 300 شخص، آخر رقم سمعته 340 من أشقائنا الأحباء في العراق، ربنا يحمي الكل يا رب ويرحمهم ويعزي أسرهم، وسبب تدمير كتير، ده من CNN وده الخراب اللي عمله هذا الزلزال. هذا الزلزال شعر بيه مش بس العراق وإيران، ده وصل لغاية وسط إسرائيل شعروا بالزلزال، وعدد الضحايا تعدى 1700 مصاب بالإضافة إلى القتلى. آخر إحصاء 340 قتيل وفوق 1700 جريح. زلزال بابا نيوجيني كمان يزود المخاوف من زلزال في حلقة النار، وسبب تهديد بسونامي في المنطقة. أيضا زلزال كوستاريكا اللي ب6.8 سبب خسائر كثيرة جدا، ربنا يرحمهم وربنا يعين الناس دول، برضو دول ناس على قدهم. البراكين اللي زادت، لكن اللي عنده دليل انه الزلازل دي ما زادتش مش زي ما قال الكتاب المقدس يقدمه لي. لكن لو الكتاب المقدس قال لك الزلازل هتزيد في اواخر الايام مع بقيه الحاجات دي كلها، وفعلا الزلازل زادت مع بقيه الحاجات دي كلها، طب هتعمل ايه؟ بس ملاحظه، اللي قال لك ده هتزيد قال لك خلي بالك، لازم لما تسمع ان الحاجات دي بدات زادت تبتدي ترفع راسك لفوق وتستعد. هل يا ترى سمعت كلام ربنا؟
ولو وقفت قدام ربنا قلت له معلش ما خدتش بالي، طب هتقول له هتكون ايه؟ انت بلا عذر ايها الانسان، معلش المشاغل كانت كتيره، بس انا قلت لك في الكتاب المقدس خلي بالك. البراكين، اكتر من 400 في ايران كمان ضحايا، معلش ربنا يرحم الكل يا رب. براكين ايضا الدخان اللي زاد جدا. ادله علميه تشير الى تزايد الانشطه البركانيه في الانتاركتيك، وده على مستوى كمان العالم مش الانتاركتيك بس. محدش يقدر ينكر ان البراكين زادت، بعد ما كنا نسمع عن 3 4 براكين قويه في السنه، بصوا بينا نسمع عن كم بركان منفجرين في نفس الوقت. الخبراء يحذرون من انفجار بركان في ايسلندا اصبح وشيك بعد ما اتضرب ب 53 زلزال. انفجار عنيف لبركان بوبو كتبيتي في المكسيك، وتحذير من المسؤولين خلي بالكم ده مش النهاية، ده في انفجارات شكلها هتيجي أقوى بكثير من هذا الزلزال، التهديد بتاعه ممكن يوصل لأكثر من 20 مليون شخص في مكسيكو سيتي. البركان ده لوحده، علشان بدون ما اصدع حضراتكم كميه البراكين النشطه في نفس الوقت، زي ما بوريكم كل اسبوع، يوم الاحد اللي فات 12/11/2017 من فولكينو ديسكفري، كل دي براكين نشطه في نفس اليوم، ده مش بتاعه سنه، دي بتاعه يوم واحد. ايه رايكم؟ دي كلها براكين نشطه في يوم واحد، قارنها ب 2006 و7 و8، قارن كمية هذه البراكين بعشر سنين فاتوا. موت الكائنات جماعي بالضبط بمنتهى الدقة زي ما قال لنا هوشع 4 وصفانية 1 انه ده هيحصل قبل عقاب الانسان، سمك البحر ينزع وطيور السماء وغيره، وده هيحصل قبل ما يتعاقب الانسان. بص بقى تحصل بدقة قد ايه، 2006 و7 يا ما كناش نسمع خالص، بطول السنة حالة واحدة، يا إما حالة واحدة أو اتنين أو تلاتة موت كائنات جماعي بنفس الساتلايت، وسائل الإعلام والأخبار والكلام ده كله. بص بينا نسمع عن كم حالة في الأسبوع اللي هقوله لكم ده، 3 4 أيام بس، أنا ملحقتش حتى أكمل بقية الأسبوع. يوم 30 أكتوبر قتل 48 ألف من الطيور بسبب إنفلونزا الطيور في دومينيكا. نفس اليوم موت كم كبير من الأسماك في بحيرة في قبرص. يوم 31 أكتوبر موت 70 ألف من الأسماك، يعني بالأطنان كثيرة، في شاطئ بحيرة في الهند. في نفس اليوم موت 132 سبع بحر مع بعض في بحيرة في روسيا. إيه رأيكم من اللي بيحصل؟ يوم 2 نوفمبر موت الآلاف من الأسماك في بحيرة في الهند. بصوا كل ده سمك ميت على مرمى البصر. في نفس اليوم موت 400 سلحفاة في شاطئ في السلفادور. شفت كمية الكائنات اللي ماتت مع بعض ازاي؟ اللي بكلمكم عليه ده 3 ايام، ما مش بكلمكم على سنة. متخيلين؟ الأوبئة اللي زادت جدا. وزي ما قال لنا ربنا هتسمعوا عن أوبئة في أماكن، وبالفعل برضو الطاعون اللي هو الأسود هو يعتبر الأسوأ في آخر 50 سنة، ولا يزال ينتشر، ومخاوف أنه هو في طريقه أنه هو يصبح وباء عالمي. دول أخرى في حالة الاستعداد بسبب تهديد انتشار الطاعون اللي خايفين منه، وللأسف يقال أنه بدأ يحصل بعض الميوتيشن، فالأدوية ما بتجيبش فيه تأثير. للأسف إطلاق حشرات منتجة في المعمل معدلة جينيا، كارثة التعديل الجيني، الإنسان بيعدل على ربنا، بيعدل على ربنا في كائنات بتاعة ربنا. ليه؟ قال عشان يقضوا على البعض. حقيقي الإنسان اللي بيلعب بالجينات، وأنا ليا كانت خبرة في المجال ده لأن اشتغلت فيه، الحقيقة بيلعب زي طفل صغير بيلعب بمصدق أبوه المعبأ، بالفعل هو مش عارف بيعمل ايه. معدل الإصابة بالجونوريا
أو السيلان يتفجر، بيزداد بطريقة بشعة في أستراليا، طبعا عشان الانحلال الأخلاقي. شجعتوا البوي فريند والجيرل فريند وتعدد الصداقات والشذوذ، اتفضل، أهي الأمراض التناسلية. فوصل لتزايد بنسبة 63% كل 5 سنوات، ده من CNN. إيه رأيكم؟ الإصابة بالليجيونير أو الفيلقة تنتشر في ديزني لاند كاليفورنيا، ده من لوس أنجلوس تايمز. وليه مشاهدة غريبة، ديزني لاند كاليفورنيا دي كل سنتين لينا قصة في انتشار وباء جديد منها، مرة ليجيونير، مرة الحصبة، مرة النكيف، وتطلع على طول بعدها الصيحة لازم كله يطعم. أنا معرفش ومش عايز أبقى بتاع نظرية مؤامرة، بس أعتقد إن في إن في موضوع ديزني لاند ده. Anyway، هقول لكم خبر هتشوف العالم وصل من الشر والسواد لغاية قد إيه. أنتوا عارفين الحل اللي بيقترحه الأطباء في البلجيك لأم مصابة بالاكتئاب، هو إيه الحل اللي بيقوله لها؟ مصابة بالاكتئاب، طب تاخدي أدوية، ها مش مقصرة قوي. قالوا لها طب ما تروحي تنتحري. بتفكروني بهرج؟ لا. قالوا لها الانتحار أصبح مسموح قانونيا، طب ما تنتحري وتستريحي. تخيل لما توصل من الأطباء إن يكون عندهم اقتراح للمريض اللي عنده اكتئاب أو غيره، إن يقول له طب ما تنتحر. إيه رأيكم في العالم اللي عشناه ده؟ متخيلين؟ إيه المصيبة اللي إحنا بقينا فيها دي؟ عادي، إيه المشكلة؟ متعبان والاكتئاب مضايقك والكلام ده، وهي أم وعندها أطفال. طيب هي حقنة واحدة وتخلص. إيه المشكلة؟ والحقنة دي بقت قانونية يا سيدي. آدي القتل الرحمة. يا رب يهددوا أم في محطة أتوبيس في كاليفورنيا عملت عمل إجرامي، لا مسلمة كانت بتصيح الله أكبر وعايزة شايلة سكينة هتطعن الناس، لا هيقبضوا عليها ليه خير؟ عشان ما طعمتش أولادها، عايزة تحمي أولادها من شيطان التطعيم. أنا مش ضد التطعيمات، أنا ضد استخدام التطعيمات الخطأ، مافيا التطعيمات اللي بتعمل بالطريقة دي وتدمر أطفالنا. أخبار الحروب، ترامب في زيارته لآسيا يحث كوريا الشمالية أن تأتي إلى مائدة المفاوضات. مين اللي يجي لمائدة المفاوضات؟ ده من البي بي سي نيوز. كوريا الشمالية ترد على ترامب بتهديد تطلب فيه أمريكا، يا أمريكا يا إما تشيل ترامب من الرئاسة بتاعتك يا إما تواجهي كوارث. أدي الرد. أستاذ برامودا، يمكن أنا ما جبتوش خبر في يوم، لكن للأسف حالات الانتحار زادت وفي المسؤولين وفي رجال البوليس أيضا. وصل السنة دي 50 رجل بوليس أمريكي انتحر، متخيلين؟ طالما تحلل الحاجة ما خلاص، تخيل لما يحللوا الانتحار الجريمة الكبرى، الإنسان اللي يقتل نفسه، ما هتبقى سهلة. كل واحدة تخسر حبيب قلبها وكل واحد يخسر حبيبة قلبه، خلاص مش قادر، تعبان، مكتئب، يلا انتحر. من الانتحار صح، من الانتحار قانوني. تخيلوا الكارثة اللي احنا بقينا فيها. توقع بأن 18 مليون قد يواجهوا المجاعة للموت في كوريا الشمالية. ليه؟ لأن كابتن كيم جون أون يستخدم كل مصادر الدولة في التسلح النووي. الراجل ده مش فارق معاه إن شاء الله، مع أنه الشعب ما أكل، المهم ينتج أسلحة أكتر. بيستخدم كل موارد الدولة لإنتاج أسلحة وبس. مخاوف من تجربة لكوريا الشمالية قد تتسبب فيها أن يطلع بسبب التجربة النووية دي سحابة نووية تغطي المحيط الهادي كله اللي أصلا ملوث بما يكفي، وفي بقت فيه بقع ما فيهاش كائن حي واحد. الصين تكشف عن طائرات حربية أسرع من الصوت حديثة تقدر تخترق النظام الدفاعية، منها أمريكا وغيرها. حلف الناتو سيزيد من الأسلحة الإلكترونية والإنترنت، يعني الفريق من الجيش اللي بيتخصص يبقى هاكر للكمبيوترات عشان يتصدى روسيا. انتوا عارفين انه في قسم جديد من الأسلحة دلوقتي بقى السلاح الإلكتروني، مش السلاح الإلكتروني كتكنولوجيا، السايبر. فرقة من جيش بتبقى متخصصة ازاي في حالة حرب تهكر على كمبيوترات العدو.
موجودة في كوريا الشمالية، موجودة في روسيا، موجودة في الناتو، موجودة في أمريكا وغيرها من الدول أكيد. خبراء أمنيين يحذرون من أن كوريا الشمالية ستطلق هجوم إلكتروني مدمر على بريطانيا. السايبر أتاكس، وده وكوريا متقدمة جدا في نظام التهكير للأسف. أوروبا تحث أمريكا أن لا تدمر الاتفاق الإيراني. شكرا. طب ما بص إيران بتعمل إيه؟ لكن في نفس الوقت ماكرون الفرنسي يقول صواريخ إيران بعيدة المدى تقلق بشدة. طب هتعملوا إيه؟ طبعا حضراتكم عارفين الموقف ما بين السعودية وإيران اللي خلاص بيقتربوا من الحرب وبشدة. ربنا يا رب يديم السلام ما بين الاتنين ويحافظ على العالم من الحروب. السعودية أيضا تقول للبنان إن لبنان بتعلن الحرب عليها علشان لبنان تساند حزب الله الموالي لإيران. ده من أروس شغب. السعودية تسحب مواطنيها من لبنان استعدادا للحرب. فواضح أنه احتمال يكون الحرب، وطبعا الحرب دي مش بس هتبقى حرب إقليمية، غالبا الحرب دي لو اشتعلت غالبا هتبقى حرب عالمية ثالثة. ليه؟ لأن السعودية هتجيب إسرائيل معاها، وإسرائيل هتجيب معاها أمريكا، وأمريكا والحلف الناتو. إيران عندها اتفاقيات وتعهدات وحاجات كتيرة مع الصين ومع روسيا الكتلة الشرقية. في ناس مش معروف موقفهم هيبقى ايه غالبا مع الكتلة دي زي تركيا وهكذا. فالقصة معقدة، القصة مش هتبقى حاجة بسيطة. احتداد الموقف في لبنان يزداد بسبب تصعيد السعودية للموقف في صراعها مع إيران، وده من الجارديان. إيران تقول أن السعودية تخطئ باعتبار أن إسرائيل صديقتها. تعرفين آخر فتوى طلعت في السعودية هي إيه من مركز الفتوى أو حاجة زي كده؟ عارفين إيه هي آخر فتوى في السعودية؟ حرام دم أي يهودي، اللي يقتل يهودي ده حرام. إيه رأي حضراتكم؟ أمال فين خيبر؟ خيبر يا يهود والكلام والشجر والحجر اللي هيجي يندهكم، واللي يستخبي وراه اليهودي تيجي تقتلوه والكلام ده كله. فجأة بقي دم اليهودي حرام علشان الاتفاق ما بين السعودية وإسرائيل؟ إيه الإسلام ده اللي بيتشكل كل شوية؟ حرب الشرق الأوسط المتوقعة بين إيران والسعودية، غالبا هتدخل فعلا معاها أمريكا وإسرائيل من جهة السعودية. السعودية تقوم بضربة جوية فعلا حقيقية استهدفت فيها وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية، وده من راشن تايمز. ففعلا في ضربات على خفيف بدأت على فكرة. ما يحدث في اليمن يجعل الأمم المتحدة تحذر رسميا من أكبر كارثة مجاعة في العالم تحصل في اليمن، وده من بي بي سي نيوز. انت عارفين الشعب اليمني المسكين بالإضافة لمخالب الإسلام اللي بتقطعه وتمزقه من الحوثيين وغيرهم، الشعب مش لاقي يأكل. الجيش الإسرائيلي وضع على هبة الاستعداد مخاوف من اشتعال الصراع مرة تانية مع غزة في أي لحظة، والهجمات الإرهابية من الأنفاق. انتوا عارفين الغزاوية اللي اتضربوا كتير جدا على الأنفاق، بيحفروا أنفاق من غزة توصل لغاية إسرائيل. فإسرائيل ممكن في يوم وليلة تلاقي ما فيش حد عدى الحدود، لكن من تحت الأنفاق طلعوا لهم في قلب إسرائيل بيفجر. فإسرائيل على أهبة الاستعداد، مش عارف الأنفاق دي فين وفين، أو بيحاولوا يتحكموا في هذا الأمر. ده من هارتز. القبض على 10 عبروا فرنسا وسويسرا، عبر فرنسا وسويسرا في كشف في خلية إرهابية إسلامية. طيب ما أوروبا اللي فتحت الباب للمسلمين بقيت كلها خلايا إرهابية. مش كل المسلمين إرهابيين، في مسلمين رائعين، لكن كل مسلم تعمق في إسلامه وأراد تطبيق الإسلام الصحيح يصبح إرهابي، وكل إرهابي في العالم مسلم، وكل مسلم متمسك بالإسلام الحقيقي هو قنبلة موقوتة. ده برضو من أروز شبه. داعش تهكر على محطة راديو وتذيع من خلالها أغنية عشان تعين المجاهدين لداعش، وده من ميل أونلاين.
30 دقيقة بتعين جنود ليها من محطة الراديو. داعش تصدر تهديد قبل سنوية هجوم باريس، انت عارفين حارس بتاع باريس خلاص سنة تقريبا، هتتعهد فيه انه هتعمل هجوم اقوى، بس المرة دي مصرة انها تقتل اطفال كتير. ايه رأيكم؟ ادي وجه الاسلام الحقيقي، مش زي الرسول لما سألوه على الزراري قالهم لأبائهم، ايه يعني لما تقتلوهم ما هم كذا زي اهليهم الكفرة. داعش برضو مصرة تقتل الأطفال عشان عارفة أن ده أكتر حاجة بتوجع القلب. إرهابي مسلم طعن 3 أشخاص بسكين في مول في أمريكا، هو المسلمين لما دخلوا أمريكا وأوروبا. فريق ترامب يبدأ ويضع خطة للسلام في الشرق الأوسط، وده من نيويورك تايمز. الأمن الوطني الأمريكي يحذر من الطائرات الصغيرة اللي بدون طيار. للأسف وصلت التكنولوجيا دلوقتي، الطيارة الصغيرة دي اللي ممكن يمسكها صبي صغير ويحركها بالريموت كنترول أو بالآيباد أو الآيفون، للأسف دلوقتي ممكن تبقى كمان دي فيها سلاح مش بس كاميرا. ده من ABC نيوز. الطيارة الصغنانة دي اللي بقوا يصوروا بيها دلوقتي ممكن تبقى شايلة سلاح. أخبار عامة، داعش تهكر على 800 موقع لمدارس عبر أمريكا. إيه رأيكم؟ علماء يقرروا إن هم يجروا تجربة وهي زراعة جزء من مخ بشري جوه الفئران، وطبعا الكلام ده يثير اعتراضات كثيرة. ده من جريدة ذا صن، عايزين يخلوا الفئران يزرعوا فيها خلايا مخ بشر. ايه رأيك؟ ايه اللي بيعمله الانسان ده؟ tiny human brain يبقى جوه الصغنن ده، الفرفور ده. علماء يكتشفوا طريقة يخلوا بيها الخلايا القديمة حديثة العمر الثانية، وبيقولوا اهينا اكتشفنا اللي هي fountain of youth أو ينبوع العيش للأبد، Russian Times ده. العلماء يقولوا أن زراعة شرائح ذكية في مخ الإنسان حيديه قدرات خارج التصور في خلال سنين. ستيفن هوكينجز يحذر أن الأرض هتصبح كرة نارية في خلال 600 سنة، أو ما هو أقل من 600 سنة. آلاف العلماء تقريبا 115 ألف عالم يحذروا أن اللي بيحصل في الأرض وأنه كوارث على الأبواب أصبحت يعني خلاص لحظية إيمينانت للبشرية من عدة اتجاهات. يعني لو البشرية ما ضربتش بوباء، زلازل مش زلازل، هيكون براكين مش براكين، موت كائنات مش موت كائنات، مجاعات، خلاص البشرية هتضرب بكوارث، وخلاص أصبحت هي الكوارث على الأبواب. ده من جريدة ذا صن، اشترك في الموضوع ده 15 ألف عالم. التجسس، خلاص اللي مش مصدق ان هو بيتم التجسس عليه يعني حلو الطيبة اللي هو فيها، بس مش عارف أقول لك ايه. التجسس على الانترنت بيزيد، سيناتور يطالب جوجل وفيسبوك وتويتر انه يراقبوا أكتر المحادثات السياسية. معرفش اقول لحضراتكم ايه، لو مش عارفين انتوا تعرفوا ان انت لو عندك التليفون بتاعك انت اوريدي دخلت منه على الفيسبوك، على حسابك في الفيسبوك، حتى لو مش فاتح الفيسبوك فيما بعد لكن انت اوريدي عملت داونلود للفيسبوك الاب بتاعه. لو مش فاتح الفيسبوك ومش بتعمل مكالمة تليفونية، انت ماسك التليفون بس في ايدك، الفيسبوك اوريدي بيتابع انت بتقول ايه مع صاحبك، وهتلاقي هيجيب لك اعلان على حاجة تشبه الموضوع اللي بتتكلم عليه مع صاحبك. الموضوع ده خلاص ناس كتيرة لاحظوه، موضوع بتتكلم فيه مع صديقك مش من التليفون، انت بس التليفون في جيبك او في ايدك ومش فاتح صفحة الفيسبوك، انت التليفون بس شغال لو جات لك مكالمة. الفيسبوك اوريدي بيتابع انت مش بتتكلم في التليفون بتقول ايه، مش بتبعت مسج بتقول ايه، مش بتبعت ايميل بتقول ايه، لا ده انت فيربالي انت واقف والتليفون مطفي بتتكلم مع صاحبك بتقوله ايه.
رئيس سابق في الفيسبوك ومن مؤسسينه، ده واحد شاهد من أهلها، يقول ربنا لوحده يعلم ماذا يفعل هذا البرنامج اللي هو الفيسبوك لمخ أولادنا. ده من التليجراف، ده من مؤسسين الفيسبوك، بيقول البرنامج ده ما بتخيلوش بيدمر عقول الأطفال إزاي. الصين بالفعل تطبق نظام ترقيم الموالاة للدولة، يعني كل مواطن ليه سكور، ليه رقم، الحلو كده واللي موافق لآراء الدولة وبيسندها ياخد رقم عالي، وياخد رقم عالي تدي له مميزات في الحياة بتاعته. لا، اللي ليه رقم قليل لو حب ياخد قرض غيره لا مرفوض. طبقته خلاص الصين، بتطبق هذا الأمر عشان بتراقب أسلوب حياة كل فرد. إيه رأيكم؟ كل واحد في الصين دلوقتي ليه سكور مع الدولة ولا ليه آراء اعتراضية؟ الدولة قالت تمام للجي، لو قال آراء مخالفة السكور بتاعه يقل. الدولة عايزة تمنع المسيحية، لو هو مؤيد للمسيحية السكور بتاعه يقل ويفقد مميزات كتيرة. إيه رأيكم في العالم وأصبحنا بالظن عايشين إزاي؟ هذه الحكومات اللي أصبحت وحوش بالفعل. الذكاء الصناعي لوقف الجريمة قبل حدوثها يثير خلافات كثيرة عن الخصوصية، ده من ياهو نيوز. تعرفين بحجة اللي هي الـ Artificial Intelligence عشان يمنع الكرايم أو يمنع الجريمة قبل حدوثها، هم بيتجسسوا على كل الناس. غريبة، ما بيمنعوش أي جريمة إسلامية، لكن كل اللي بيعملوه بيسجلوا على المسيحيين وبس. ما علينا، شيطان واحد. أحد صناع القرار في أمريكا يقول التعليم المنزلي، انتوا عارفين في ناس في أمريكا بتفضل التعليم المنزلي عشان تحمي عيالها من الشذوذ وتعليم الشذوذ اللي أصبح إجباري في المدارس، فبيقولوا دلوقتي التعليم المنزلي هو أبيوز للأطفال، لا لازم تودي ابنك للمدرسة ولازم يطعم غصب عنك ولازم يتعلم الشذوذ، ولو حب يبقى شاذ المدرسة هتحوله جنسيا وتساعده يبقى شاذ، ولو عايز يتغير من ولد لبنت هتساعده بدون حتى ما تقول لك، بس انت لو قررت يتعلم في البيت انت كده بتعمل في حقه جريمة. ايه رأيكم؟ اكتشاف نوع اسماك قرش حي رغم انه المفترض ان يكون من قبل التاريخ، مرحلة بسيطة منقرضة من 80 مليون سنة. الخبر ده ليه تعليق سريع، وخاصة استاذ الحبيب سيفو تورس طلب مني كمان تعليق عليه. انتوا عارفين انه الخبر ده يؤكد خطأ التطور بطريقة والحقب خاصة. الكائن ده ملقهوش في حقب تمثل أو طبقات تمثل من المزعوم إن هي 80 مليون سنة، حقب تساوي 80 مليون سنة وهو حي. أولاً الحقب خطأ، لكن ده مش يوضح لنا إن عدم وجود حفرية كائن في طبقات معينة ده مش معناه إن هو انقرض، أو مش معناه إن هو لسه ما ظهرش في رحلة التطور. بدليل أهو قدامنا كائن من اللي يسموها الحفريات الحية 80 مليون سنة ملهوش حفرية وهو عايش زي الفل. دي حاجة. ازاي برضو ده يتفسر بالتطور التدريجي والطبقات اللي بتترسب تدريجيا؟ اللي يفسر ده طوفان قام كون الطبقات الرسوبية، دفن بعض الكائنات القريبة للقاع في الأول، وفي انتهاء الطوفان خلاص انتهى، ولكن الكائنات القليلة اللي نجت من الطوفان عاشت وملهاش حفريات تانية. يعني ده يؤكد انه الحقب دي مش بتاعه فترات زمنيه وتطور، دي الطبقات دي كلها هي عباره عن الطوفان الكتابي في سنه واحده، مش في نص بليون سنه او 500 مليون سنه. الحاجه الثانيه، ها، المفروض ان المرحله الوسيطه اللي اتطورت للقرش واندثرت طلعت لمرحله بسيطه ولا حاجه، ده كائن طبيعي عايش. مش ده معناه ان التطور بتاع القرش اللي كانوا بيدعوه خطا؟ مش حاجة غريبة؟ ما علينا. anyway، اكتشاف قلعة في صحراء إسرائيل بها بوابات سليمان المعروفة. تعرفين بوابة سليمان معروفة لأن دايما بيبقى ليها متقابلتين، من ناحيتين متقابلتين، كل ناحية فيها 6 غرف للدفاع. الشكل المميز ده للبوابة دي معروف على طول، بتبقى البوابة بتاعت تصميم مدن سليمان. بالظبط بالظبط لقوها في الصحراء في مكان زي ما وصف سفر الملوك الأول بدقة، إنه سليمان كان مهتم بمدن الدفاع، وده يؤكد لنا على عكس ما يدعوا
المشككين إيه؟ لا 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 لا، مفيش حد اسمه سليمان في التاريخ. ابتدينا نكتشف اسمه، لا لا لا، ده كان زعيم قبيلة هو وداود، ده حاجة كده صغننة مش مملكة كبيرة. طب لقينا مباني عاملها سليمان وعليها إمضاءه اللي هو المعماري في الأركيولوجي، موجودة في كل مكان، برضه لسه قبيلة صغننة زي ما بيدعوا المشككين. فعلا نشكر ربنا الذي لا يترك نفسه بلا شاهد. مصادم الجزيئات سيرين قام بتجربة كانوا نفسهم يجيبوا فيها انه البيج بانج صح، ولكن نتيجة التجربة على عكس ما اشتهت انفسهم بتعوت البيج بانج. فنتيجة التجربة التحليلات بتاعتها انه لو البيج بانج ده صحيح فعلا وحصل الانفجار العظيم الاولاني اللي من 13.7 من 10 بليون سنة، ده لو صحيح الكون الحالي ده مستحيل انه كان ليه يبقى وجود. فالتجربة دي أكدت suggest that the universe shouldn't be exist. إيو ده كده معناها حاجة من الاتنين، يا إما الانفجار الأولاني صح وكده إحنا عايشين في عالم خيالي مش حقيقي لأنه فيزيائيا ما ينفعش، يا إما لأن إحنا عايشين في عالم حقيقي يبقى البيج بانج غلط. طب لو البيج بانج غلط يبقى الكون جه من فين وإحنا عارفين الكون بيتمدد مش مستديم مش أبدي مش أزلي؟ وطالما البيج بانج طلعت غلط، ها ده يمكن يكون الكون اتخلق. ايه رأيكم في الخبر ده؟ وبرضو الله لا يترك نفسه بلا شاهد، يحاولوا يعملوا التجارب عشان يثبتوا كلامهم ودايما بيخيب ظنهم والتجارب تثبت عكس كلامهم. في احتفالية استقلالها 99 سنة بولندا يتم فيها مظاهرات عايزين يخلوها خالية من أي يهودي وطرد البقية من اليهود. أخبار اقتصادية، كارثة فنزويلا الاقتصادية وعدم سداد الديون ممكن مش بس بيتسبب في كارثة اقتصادية لفنزويلا زي ما احنا شايفين، لكن ممكن يتسبب مشاكل اقتصادية عالمية حجمها 60 بليون لأنها مش قادرة تسدد الديون بتاعتها. سلسلة محلات تارجت تغلق عشرات الفروع بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، وفي توقع أن هي تقفل تماما أو ينهار تارجت تماما. مش عايز أكون فرحان، لا ربنا يسامحهم، لكن دول من أول الناس اللي انبروا في الدفاع عن قضية الشواذ وتحويل الحمامات بتاعتهم متعادلة جنسيا عشان الشواذ، قطعوها المسيحيين ومن ساعتها تارجت من سيء لأسوأ، ودلوقتي خلاص تارجت تقريبا شبه بتتدمر. بيل جيتس واثنين آخرين عندهم لوحدهم الثلاثة دول أموال أكتر من نصف الأمريكان، الشعب الأمريكي مجتمعين اللي داخلين على 200 مليون، الشعب الأمريكي داخل على 400 مليون 300 وشوية مليون، نصهم أقل من 200 مليون، تلات أفراد بس عندهم فلوس أكتر من 200 مليون شخص مجتمعين في أمريكا، متخيلين؟ عشان قلت لكم دلوقتي أصبح 1% من العالم يملك تقريبا أكثر من 50% من أموال العالم، و99% من العالم هو اللي يملك أقل من 50% اللي بفضله من أموال وممتلكات العالم. إيه رأيكم؟ مدينة هي ماليبول في كاليفورنيا تطالب أو تطلب من كنيسة أنها تتوقف عن إطعام الذين بدون مأوى. ليه؟ ليه فعل الخير بيعتبروه حاجة وحشة؟ قاد المسيحيين اللي زاد جدا، وأسف على الخبر الأولاني، تعذيب وقتل 9 مسيحيين في نيجيريا على يد العصابات الإسلامية المستمرة اللي مش عارف ليه العالم ما بيتحركش ضد عصابة بوكو حرام اللي له في رسوله أسوة حسنة. قائمة بأعلى 50 دولة اضطهادا للمسيحية سنة 2017، 2017 استمرارا لنفس التسلسل، 2015 كانت أسوأ سنة في اضطهاد المسيحية في العصر الحديث، جات وراها 2016 أسوأ منها، 2017 أسوأ وأسوأ. للأسف مصر طبعا جاية في المرتبة 21 من أسوأ الدول للمسيحية في العالم.
كوريا الشمالية الأولى، الصومال الثانية، الأفغانستان الثالثة، باكستان الرابعة، السودان الخامسة، سوريا السادسة، العراق السابعة، مصر جاية في المرتبة 21. طرد مسيحيين من بار أسترالي، ليه يا ربي؟ إرهابيين، وحشين، أشرار، بيقولوا ألفاظ قبيحة؟ لا، كل الموضوع اتفتح موضوع زواج الشواذ، وأبدوا عشان إن هم المسيحيين إن هم لا يقبلوا زواج الشواذ، إزاي وإزاي وطلعوا بره البار. إيه رأيكم في الحيادية والرأي الآخر والكلام ده كله؟ تخيلوا لو في مجتمع مسيحي واحد طلع قال زواج الشواذ فطردوه بره، هذه الطردة المهينة، ده كانت الدنيا اتقلبت. للأسف نيوزيلاند تزيل اسم المسيح من الصلاة بتاعت البرلمان. خبر غريب، شخص من قادة عبدة الشيطان سابقا وخلاص تاب وترك الموضوع ده، يحذر انه عبدة الشيطان الكذابين يدعوا ان هم المسيحيين، يدخلوا الكنائس ويدعوا ان هم المسيحيين ويشاركوا في كل الامور المسيحية وانفلتريت الكنائس دي، وممكن ياخدوا مناصب في الكنائس وهم في الحقيقة عبدة الشيطان كذابين مش بيظهروا. عشان كده ما تتخضوش لما تلاقوا واحد قائد كنيسة ولا ليه وضعه ولا يدعي ان هو مسيحي عالم ولا الكلام ده، ويقول كلام من أغرب ما يكون. الملحدين بيتخللوا الكنائس، عبدة الشيطان بيتخللوا، وهكذا. خلوا بالكم وخلوا دايما عندكم روح إفراز. ده هو ده كانت خطة ليهم يعملوها. طبعا للأسف المسيحيين بطيبة قلبهم المعتادة بيقبلوا الكل. رفض طلب زوجين إنجيليين عشان عايزين يتبنوا طفل، ليه طلبهم للتبني اترفض؟ عشان لا يقبلوا زواج الشواذ. أصبح زواج الشواذ كافي جدا لحرمان ناس من التبني. إيه رأيكم؟ آدي الحرية اللي حرام الشواذ كانوا عايزينها. عايزين حرية، عايزين حقوق. طب ليه ما بتديش حقوق للآخر يا عبدة الشيطان؟ يلا أسلمتوا نفسكم للشيطان، دول مش بتعود حقوق ولا حاجة، دول خدعة شيطانية جديدة، وجه عملة آخر شيطاني زي الإسلام وزي الإلحاد ضد المسيحية. وصل المستوى دلوقتي في أمريكا أن تعلم الطفل شيء اسمه خطية، كلمة سن مرفوض تماما ويعتبر تطرف. أنت لو مدرس هتعلم الطفل يعمل حاجة تقول له نو ذس السن خطية، انت كده على طول تعتبر اكستريمست متطرف. لكن لو شجعت على الاسلام تبقى لا محايد، لو شجعت على الالحاد محايد، لو شجعت على اضطهاد المسيحيه ومنعها تماما في المدارس والجامعات تبقى محايد، لو دفعت عن المسلمين اللي بيفجروا ويقتلوا في كل مكان محايد، مسيحي قلت الخطيه غلط تبقى ارهابي. ايه رايكم؟ مقاطعة مدارس في جورجيا تأمر مدرب مسيحي أنه يتوقف عن الانحناء أثناء الصلاة. ليه؟ بتضايقك الانحناء ليه؟ مدرس مسيحي اتوقف عن وظيفته وقد يخسرها بالكامل، ليه؟ لأنه عبر خطأ، اتكلم مع طالب بجنس مختلف. إزاي وإزاي يعمل كده؟ الانحدار الأخلاقي اللي احنا وصلنا له بص بيه وقد ايه. للأسف الشواذ بياخدوا مناصب أكتر وأكتر، وزي ما قلت لكم غالبا ابن الهلاك هيكون شاذ، عشان كده يقول الكتاب المقدس في سفر دانيال 11 لا يبالي بشهوة النساء. انتخاب أول متحولة جنسيا رئيسة ولاية فيرجينيا US Today. كل ما لهم الشواذ بياخدوا أنصبة أكتر وأكتر في أمريكا للأسف. راجل تحول لست وتقدمت في الانتخابات وفازت برئاسة الولاية. إيه رأيكم؟ أيضا انتخاب أول سيدة متحولة جنسيا سوداء إلى مركز جماهيري في أمريكا. محكمة عليا ألمانية تقضي بأن ألمانيا يجب أن تقبل رسميا الجنس الثالث من وقت الميلاد. يعني لو طفل معروف أنه هو ولد والجندر بتاعه ولد في وقت ميلاده، ولكن بابا وماما مامته الشواذ الرجلين الشواذ ولا الستتين الشواذ، هيقولوا لا
ده جنس تالت، يبقى لازم يتحط جنس تالت في شهادة الميلاد. مش عارف أقول إيه. مترو الأنفاق في نيويورك، عشان يا حرام ما يقولش تعبير أثناء ما بيقولوا التنبيهات في المترو، ما يقولش تعبير يضايق الشواذ، هيبطل يستخدم تعبيرات ذكورية أو نسائية كرجال أو نساء، جنتلمان أو الكلام ده، لكن هيستخدم لغة متعادلة. ده من الاندبندنت. إحصاء يوضح أن وصل المستوى المنحدر أن 4 من كل 10 أمريكان يقولوا أن الجنس لا يحدد من وقت الميلاد. متخيلين؟ يبقى البيبي ولد وواضح ولد تماما وكله، لا 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 ندي له فرصة يمكن لما يكبر ويبقى سنه 7 8 سنين يغير رأيه، يبقى عايز يبقى بنت، ما تحددوش جنسه من دلوقتي. ايه رأيكم في سدوم وعمورة اللي بقينا عايشين فيها؟ بزم ايه رأيكم في اللخبطة اللي بتحصل؟ سيدة في أوكلاهوما تعاقب بفترة خدمة 10 سنوات عشان اتجوزت أمها البيولوجية، أمها الحقيقية. مش عارف أقول إيه. سلسلة محلات ملابس تغير سياستها وتجعل غرف تغيير الملابس محايدة علشان الشواذ اشتكوا. في المقابل رفض كتير قوي من الأغلبية، لكن لا المهم الأقلية الشواذ. واحد شاذ يكتفي يشتكي كفاية حتى لو قدامه آلاف رفضوا. للأسف القصة القذرة بتاعت دراك كوين الشاذة اللي بيعلموا الأطفال ويكون دايما شخص راجل متحول جنسيا لسيدة ويلبس ملابس ستات عشان يقنع الأطفال الصغيرين 5 6 سنين بالتحول الجنسي اللي بيحاولوا تعلمها للأطفال، أصبحت ظاهرة عالمية مش في أمريكا وبس. مناظر قذرة بتتقدم فيها وكلام قذر بيتقال فيها عشان يغسلوا مخ الأطفال الصغيرين من الصغر في موضوع التحول الجنسي. انت عارفين مشكلة التحول الجنسي ايه؟ ان ال 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 في فترة البلوغ الصبيان والبنات الصغننين أثناء لخبطة الهرمونات اللي بتحصل تدريجيا أثناء البلوغ، وخاصة مع السموم الكتيرة ومع المواد الحافظة والمواد والإضافات اللي بتتحط على الأكل والشرب وفي الهواء وفي المية، دي كلها ليها تأثير على الهرمونات. الهرمونات بيحصل لها اضطراب خفيف في فترة البلوغ. ما تنفعش إن أنت تغسل مخ الصبي الصغنن والفتاة الصغيرة وتقول لها لو حسيتي بأي مشاعر بسيطة إن أنت عايزة تتحولي الولد ده من حقك، لأنها لو انتهت فترة البلوغ على خير هتبقى مبسوطة إن هي إنها شابة، وهو هيبقى مبسوط إن هو شاب، وحاجة و90% من 98% من هذا الأمر هينتهي. لكن تصطادهم وقت اللخبطة دي وتغسل مخهم وتقول لهم لو حسيت بأي شعور يلا فرصتك الحق خد هرمونات وبهدل جسمك عشان تتحول، أصل أنت بنتي محبوسة في جسم ولد ولا ولد محبوس في جسم بنت، ده خطة شيطانية قذرة. طالب شاذ نشط يطالب كلية مسيحية، إيه اللي دخلك في كلية مسيحية؟ إنها تغير سياستها بمنع علاقات الشواذ، عايز الشواذ يبوسوا بعضهم براحتهم في الفناء بتاع الكلية المسيحية. مدرسة في إنديانا أمريكا قبلت أن تعين مدرس متحول جنسيا، أنتوا عارفين قصة المدرسين وحقوقنا وإحنا شواذ عينونا ما تضطهدناش، عينوهم ابتدوا يعلموا الطلبة الشذوذ. فمدرسة في إنديانا مدرسة في إنديانا عينت مدرس متحول جنسيا لسيدة ما بيعملش حاجة غير همه الأساس إن إزاي يعلم الطلبة التحول الجنسي، وطبعا لو طردوه أنتوا بتضطهدوني وديسكريمينيشن عشان أنا شاذ، وسبب لخبطة للطلبة. إيه رأيكم؟ أهو اللي بيحصل. عشان كده فعلا لما معلمنا يوحنا الحبيب قال الناس دول ولا تسل لا تقبلوهم في بيوتكم ولا تقول لهم سلاما، كان عنده حق. تقولوا لازم الأول تتوب عن خطيتك وبعد كده نقبلك. أهم لما فتحوا لهم الباب بص عملوا إيه. مدرسة في كندا أعانت طفلة سنها 11 سنة أن تتحول جنسيا لولد، وأخفت هذا الأمر تماما عن والديها. شايفين الموضوع وصل لدرجة إيه؟ الأب والأم في البيت بيتخانوا من المدرسة. المدرسة استلمت الطفلة
وساعدتها وأقنعتها وخليتها تتحول جنسيا لولد وأخفت الموضوع ده تماما عن والدين، فرحين بس يصدعوهم بكل حاجة تانية، وما قالولهمش إلا لما بدأت تفكر في الانتحار. إيه رأيكم؟ وده المتوقع لما حد بيحصل له لخبطة جنسية ويساعدوه على تغيير الجنس، الخطوة اللي بعدها على طول بيفكر في الانتحار وغالبا بينتحر. ده اللي أقدر أقوله، ده اللي بيحصل في العالم. إيه رأيكم اللي وصلنا له؟ لما تبقى المدرسة بهذا الشر، المدرسة اللي أنت بتثق فيها وبتأتمنها على أولادك تبقى بهذا الشر، لما تبقى الدولة اللي بتحط قوانين بتبقى بهذا الشر، صناع القرار والسياسيين اللي بتسيب لهم الأمور وبتنتخبهم عشان يمثلوا ما هو الصالح والأغلبية يأيدوا الأقلية والشر. إيه رأيك في اللي بقينا فيه؟ فعلا العالم قد وضع في الشرير، عشان كده محتاجين نصلي حقيقي، لأن العالم ازداد ظلام جدا. عدوا زيت في مصابيحكم عشان تنور في ظلمة العالم، عشان تستقبلوا العريس بمصابيح مضاءة، ما تبقوش زي الخمس عذار الجاهلات، تبقوا زي الخمس عذار الحاكمات. خلونا كلنا نستعد بالصلاة والصوم بخدمة أبناء الله، تنقية القلب من أي خطية، بالاستعداد بلباس العرس. اللي مسيطر عليك خطية من الآن قوم. طب هيبقى موقفك إيه لو في خطية أنت عارف إن هي مسيطرة عليك وما تخلصتش منها من الآن؟ لو وقفت قدام ربنا النهاردة بالليل ولا بكرة، ربنا يديكم كلكم طولة العمر والصحة، هتعمل إيه؟ هتقول ربنا معاد ليش ما كنت مشغول 30 40 50 60 70 سنة مشغول؟ يا ترى هتعمل ايه؟ ونقول له معلش ما خدتش بالي، ما جانيش وقت، معلش الخطية كانت اقوى مني. خلي بالك، لازم تلبسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل الشهوات. لو تمسكتش بالمسيح من الان، مش بس لو ما شفتهوش، لو موقفتش قدامه رغم في 150 ألف شخص بيموتوا في اليوم، قد أكون أنا منهم في أي وقت، ولو مش المسيح كمان جه النهاردة ولا بكرة، حتى لو هيتأخر مجيئه، لكن حتى الظلام اللي بدأ يسوده أعتقد دي محدش يقدر ينكرها. ممكن في المستقبل القريب ما تقدرش تقف لأن ما عندكش زيت في مصابيحك زي الخمس عذار الجاهلات. أولا ما تخافوش، اللي وعد اللي قال لنا إن ده كله هيحصل هو في نفس الوقت اللي قال هتسمعوا كل ده، هو اللي وعدنا، هو محافظ علينا زي نن العين. فقال لنا أما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا، لو تألمتم من أجل البر فطوباكم، لكن الخوف اللي بتاع العالم ده ما تخافوهوش. الحاجة التانية عشان نؤمن، قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. الحاجة التالتة والمهمة والأخرانية عشان نستعد، متى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. عريسنا قرب والشيطان عارف، مش كده؟ الشيطان بيسرع قوي، عايز يفقد سلامك وإكليلك. استعدوا، خلي بالكم، كونوا في يقظة، اسهروا، استعدوا لاستقبال العريس. أمين تعالى أيها